هذا السؤال في حدا طلب يعني انه نوصل لك اياه اكثر من حدا نعم طلب يسالك انه في ضوء الاحداث بشكل عام من بدايه 2020 وفي ذروتها حرب كورونا، هل هذا عزز التوجه نحو 2022 وما مدى ارتباطه ب 2022؟ حقيقه اكثر من شخص طلب انه هذا السؤال يعني يوصلك. هو سبق أنا كان عندي دراسات للعام 2020 قبل ما يبدأ وبعد ما دخل، وفي بعض الدروس أيضا لمحت قلت أنا عندي قناعة وحدس وعندي دراسة ومش بالضرورة يكون يعني بصح، إنه هذا العام عام سمين بالأحداث، أحداثه ضخمة هذا العام. ولكن شو يعني ضخمة؟ يعني ضخمة ستلد الشيء الصح باتجاه الشيء الصح، لأنه ممكن ممكن هذه المصائب هي اللي تلد الأمور الإيجابية أحيانا. الكبرى انشغلت في الاقتصاد، شو راح يصير راح بكرة يبين مع الناس. تمام. كنا قايلين هذا في الدروس السابقة وجوز تحدثنا معكم من أول يوم 2020، قلنا لكم هاي السنة اتوقعوا أنه يكون فيها أحداث ضخمة، هذه الأحداث كلها هي سنة ناصحة هي تؤدي لما بعده. أما فيما يتعلق ب 2022 هو في مؤشرات قديمة أنه أصلا إسرائيل بدأت تفقد أهميتها عند الغرب من أصله، وعندي دراسات في هذا الموضوع، وهم اليهود بخافوا بس هم مش عم بيتعظوا ولا يزالوا بتصرفوا بتصرف غير إنساني، وسلوكياتهم مع الشعب الفلسطيني قبيحة، ويبدو انهم ما استفادوش من التاريخ، ما استفادوش من انه في النهاية بنقلب الامور على رؤوسهم وبيدفعوا الثمن، بيدفعوا الثمن، مش قادرين، ومش قادرة هذه الشعوب اللي هي بتنتخب قاعدة بتنتخب وتظن انه خلاصها لما تنتخب الناس السيئين. تمام. مش عم تدرك انها هي بتحفر قبرها بايدها، ويبدو انه الله سبحانه وتعالى هو اللي يضل، ويضل الله الظالمين، شعوب في إسرائيل يضل الشعب وحكومات، لأن الشعب اللي بيختار هدول لأنه بفهم لأنهم هم قساة وظالمين بيختارهم، انتهى معناته هو شريك، هو أصبح شعب فاجر أيضا، قصدي في غالبيته، طالما في غالبيته بتختار قاعدة ما يسمى باليمين المتطرف، مش هيك؟ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما هي هذيك دراسات الحقيقة 2022 دراسات، وإحنا قلنا إنه الدراسات هذه مدهشة وما لا يقل عن 95 أو حتى 98% إحنا بنقول إنها بتحصل، سواء كان حصل اللي بيحصل الآن أو ما حصلش. ولكن في ناس بدأت تلاحظ إنه إحنا كنا نقول والله المسألة بعيدة، أثريتها دول عظمى بلحظة واحدة، فيروس بخربش كيانها، أنو كيانها؟ مش قداش بده يموت ناس، مش قداش بده يموت ناس، قديش بده يصمد اقتصاد، وهو اصلا كله اقتصاد حتى بما فيه الجيوش، اذا ما فيش اقتصاد ما فيش جيوش. هي الاتحاد السوفيتي كان في جيوش، الاتحاد السوفيتي في النهايه انتهى امره، مش ناقصه لا علوم ولا ناقصه مصانع ولا ناقصه جيوش، انهار. ليش انهار؟ الفكره غلط، قائم على اسس غير صحيحه. فهذا هو إذن. طيب، هو نعم، هو ممكن صارت حتى ناس عندها أكثر قناعة اليوم إنه اللي بيحصل الآن ممكن يغير في اتجاه 2022، لكن 2022 هاي موجودة من 1992 قبل ما يكون أي يعني مؤشرات لمثل هذا الكلام، لكن بدأت الناس تكون أكثر حكمة وأكثر إدراك أن الذي يدير الكون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذه على فكرة حقيقة بتصير تتجلى في نفوس الناس إن شاء الله. طيب،